النهارده بقى اعلن نادي مولوديه سان داونز الجنوب افريقي اقامه مباراته مع الاهلي في ذهاب نصف نهائي الدوري الافريقي لكره القدم في تمام 3:00 عصرا يوم 29 اكتوبر الجاري. ده خبر احنا بنتضايق قوي من الموضوع ده، ما اعرفش هم ليه بيلعبوا الماتشات في عز الحر والرطوبه عندهم عاليه جدا، يعني شيء غريب. الرطوبه على فكره 64% اليوم ده، يعني حاجه مش ما تطقش، فغريبه جدا يعني. كمان هيتم تعديل موعد مباراه الاياب اللي هتقام في استاد القاهره، والاهلي هيلعب مع سان داونز في القاهره الساعه 8 مساء. التعديلات دي عملتها الشركه المنظمه عشان تضمن افضل نسبه من الحضور الجماهيري في المباراتين. انا مش فاهم ايه علاقه نسبه الحضور الجماهيري بان الماتش، بالعكس ده لما تاخروا يبقى الحضور الجماهيري هيبقى اكبر غالبا يعني سان داونز بيتلكك وبيقول لك الجمهور وبتاع، هو بيتعمد ان هو يلاعب الاهلي في عز الحر في عز الرطوبه، بيبقى دايما عنده فكره ان احنا نضغط عليهم باي شكل يعني. اظن ان الماتش يتاخر يبقى الحضور اكتر، على الاقل الجو لما يهدى شويه الجمهور هيجي اكتر يعني. شيء غريب وشيء انا عمري ما فهمته وما فهمتوش، غير ان هو شيء من العواقب اللي بيحطوها قدام النادي الاهلي. عارفين ان احنا مش متعودين على الجو ده، العقبات اللي بيحطوها قدام النادي الاهلي كتير جدا، من ضمنها ان هم يلعبونا في عز الظهر في الشمس الفظيعه دي في الرطوبه العاليه دي، عشان خاطر ده يبقى جزء من خطه الضغط يعني. بريتوريا كمان بالمناسبه مرتفعه عن سطح البحر، فاصلا نسبه الاكسجين فيها قليله جدا، فلما انت تلعبني 3 العصر مع نسبه اكسجين قليله ورطوبه عاليه، ده شيء مش مفهوم بالنسبه لي يعني.